السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مرحبا يا فضيلة الشيخ. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. أنا أعلم الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد المكي ب100,000 صلاة، والحرم النبوي ب1,000 صلاة، فكيف بمن يقول أن الحرم المدني النبوي أفضل من الحرم المكي، وأن المدينة أفضل من مكة؟ هل هذا الكلام، وهو رجل يعني كان مفتيا قبل ذلك، فما قولك فضيلة الشيخ، أو ما الحقيقة في هذا الأمر؟ بارك الله فيك. هذا قول بعض علماء المدينة، والتحرير يقتضي تصحيح رأي الجماهير القائلين بأن مكة أفضل من المدينة للآتي ذكره. أولا، لصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: وعلى جبل الحازوراء، والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا أولا. ثانيا، لقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم إن مكة مكان للحج ومكان للعمرة، وهذا لا يتيسر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما ذكرته متفضلا أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سوى من المساجد. فأيضا هذه بعض الأدلة على تفضيل مكة على المدينة، وأتقلد هذا الرأي. أقوى ما يمكن أن يتمسك به المستمسكون في تفضيل المدينة على مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها، قال: اللهم اجعل في المدينة ضعف ما بمكة من البركة. هذا أقوى ما يستمسكون به، ولكن لا يقاوم صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله. ثم ما تفضل به الإخوة من تذكير بدعوة إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والله أعلم.